جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع يقول أخوكم في الله محمد البدرواي مصري يقول قام بيني وبين والدي خلافات وبسبب الخلافات قلت علي الطلاق بالثلاثة لن أسافر وزوجتي كانت تسمع الطلاق ولكن بعض الناس الخيرين قالوا لي لازم تسافر وهذا الكلام حدث في نفس اليوم الذي سافرت فيه إذا لم أسافر فإني سوف أخسر مبلغا من المال يعود علي بضرر كبير وسافرت أفيدوني عن حكم ما فعلت جزاكم الله خيرا. إذا كنت حلفت بالطلاق على أن تسافر في الوقت المعين ثم سافرت فلا شيء عليك لأنه حصل المقصود، أما إن تأخرت عن السفر الذي ألزمت نفسك به وحلفت بالطلاق أن تفعله ولم تفعل وفات الوقت فعليك أن تراجع أهل العلم في بلدك من أهل الفتوى المعتمدين أو المحكمة الشرعية لتنظر في هذا الموضوع مع إحضار الزوجة وإحضار من حضر من الرجال في المجلس الذي حصل فيه الكلام من أجل التثبت من هذا الأمر ودراسته وإعطاء الرأي الشرعي فيه. يقول إنه حلف ألا يسافر وقد سافر، إذن حصلت المخالفة عليه أن يراجع أهل العلم.